الملتقى الوطني لشبيبات العداله والتنميه هو تقليد سنوي الان منذ 15 سنه، كل سنه تنظم شبيبات العداله والتنميه ملتقى وطني كبير يضم الاف الشباب، يمكن ان يصل الى 3000 شاب وشابه يجتمعون من اجل مناقشه اوضاع وطنهم وبلادهم. هي اصبحت مدرسه حقيقيه للتكوين، للتربيه على القيم، على الثوابت الوطنيه، على التحديات الكبرى التي تنتظر بلادنا. أصبحت اليوم شبيبات العدالة والتنمية تمثل محضن لكثير من الشباب للوقوع سواء في محاضن التطرف والغلو أو في محاضن الميوعة والانحلال. شبيبات العدالة والتنمية هي نموذج اليوم للفكر الوسطي المعتدل، هي أصبحت اليوم مدرسة لتكوين المثقفين، الأطر، الكفاءات التي يدبر بها الحزب محطات حرجة، ويحق لها لنا جميعا أن نفتخر بهذه المدرسة النموذجية في ساحة شبه قاحلة من التأطير والتوعية والتنشئة السياسية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.